بينورني ويشرفني في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي، ناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم منورنا ومشرفنا. عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الدنيا ماشيه كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر، وخلاص ايام قليله جدا بتفصلنا على انطلاقه المنتخب في بطوله الامم الافريقيه. بدايه عايز اتكلم عن تقييم حضرتك واعرف تقييم حضرتك للماتشين اللي فاتوا الوديين لمنتخب مصر، سواء امام تنزانيا او امام غينيا، رؤيتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجمله اللي لازم تتقال دايما في قبل الحديث عن منتخب وأداؤه قبل البطولة وبداية البطولة نفسها، أن أنت بتلعب مباريات ودية الهدف الأساسي منها الاستقرار على العناصر الأساسية الموجودة عندك والعناصر البديلة ومعرفة مواطن القوة والضعف في فرقتك. أزعم أن أجري استطاع أنه يوصل إلى نسبة كبيرة جدا من التشكيل اللي هو أصلا معروف. يعني خلي بال حضرتك برضو إحنا في مصر وكجمهور وكنقاد وككل الأطياف متابعتهم للكرة خلتهم يقدروا يعرفوا مين اللي هيبدأ التشكيل طبعا الأساسي ومين طبعا لا طبعا. يعني ويعرفوا أن المباراة الودية دي هدفها الأساسي، عارفين أن في 23 لاعب منضمين منهم 11 لاعب في دماغ أجري معروفين كويس. ولكن المفضلة بتكون في مركز أو اتنين أو تلات مراكز بكتير. يعني رجل الشارع لو سألته حضرتك دلوقتي في أي مكان تقابله فيه هيقول لك تشكيلة المنتخب 1 2 3 4 5 11 لاعب والاحتياطي بتاعهم 1 2 3 4. طب ودول لا دول متخذين عشان ربما يحتاج إليهم في إصابات لا قدر الله، مشكلات فنية، أمور تألق لاعب في مباراة واستمراره واستبعاد آخر لعدم تقديم المردود المناسب. الماتشين شفتهم ماتشين جماهيريين، يعني ماتشين لطمأنة الجماهير إن الأمور ماشية بشكل كويس، انت حققت الهدف الاساسي من عندك وهو انك فزت في مباراتين واكدت انك انت هدفك الاساسي من مباريات الفوز، لكن التفصيلات الفنيه فيها بعض الكلام. بمعنى ان في لعيبه ظهرت بمستوى كويس جدا وفي لعيبه ظهرت بمستوى وسط وفي لعيبه ظهرت بمستوى يقول ان في كلام في مشاركتها تمام. واستبعادها او سواء حتى موجود على الدكه او غير وجودها على الدكه. انا لا اعتبر الفوز في المباراة الودية ده مؤشر على أن الفريق سيكون جيدا في البطولات الرسمية، بدليل أن ما في مرة من المرات منتخب مصر تحديدا بيلعب مباريات ودية وده كان مقياس على أنه هياخد البطولة. الناس لو تستعيد للذاكرة معايا بطولة 98 في بوركينا فاسو، لو شفنا أن في يعني كان كم من مباريات وديه لعبها الجوهري فعلا. كلها كانت خسائر، معظمها كان خسائر. حتى حسام حسن في مباراه الوديه لما ما كانش بيجيب اجوان الناس انتقدته وقالت له انت ازاي تاخد حسام حسن وهو مش جاهز ومش قادر يجيب اهداف ومش هيكون ليه بصمه. وكمان هو كان ليه تصريح شهير جدا ان مصر هتاخد المركز ال13. اه فعلا التركيز التصريح ده كان سبب اساسي في ايه ان الاعلام يهدى شويه على لعيبه المنتخب واللي حققه المنتخب ايا ما يكن. يعني مركز 13 هو بيقول انا هاخد مركز 13، لو ال 12 يبقى مكسب، 11 مكسب لغايه ما يوصل للمراكز الاولى. والجوهري الله يرحمه فاجئ الجميع بانه حصل على البطوله فعلا، وحسام حسن اللي تم انتقاده حصل على ايه افضل لاعب مع مكارسي. مع مكارسي خلي بال حضرتك الجنوب افريقي معظم المباريات التجريبيه للمنتخب قبل البطولات المهمه جدا كان بيحصل فيها خسائر وكان بيحصل فيها تعادلات وكان بيحصل فيها ده غير مقنع، لكن في النهايه جيل حسن شحات 2006 نفس الحكايه 2008 2010. المقياس الحقيقي ان اللاعب بيظهر بشكله الحقيقي والستايل بتاعه، انه في جمهور وفي مباراه رسميه، عارف ان الفرصه لما تضيع هيحصل فيه مشكله، عارف ان الفرصه دي يعني دي لازم يجيبها دي لازم. فالامور مختلفه في المباراه الوديه على المباراه الرسميه، وهذا يؤكد ان المباراتين كانوا لطمانه الجماهير. لكن اللي في عقل أجري موجود في عقله زي ما هو، احنا عارفين هو ليه دماغ معينه. يعني لو حبينا نتكلم في تفاصيل عن التشكيل هقول لك على العناصر الاساسيه. مباراتين مهمتين لطمانه الجماهير مع التحفظ على ظهور بعض اللاعبين بمستوى غير جيد، التحفظ على بعض على الطريقه نفسها تلعب
انت هتلعب مدافع في نص الملعب ثلاثة ولا اثنين ولا تلعب ايه بالظبط. فالامور لسه في طور التجربة. يعني حضرتك دلوقتي وانت بتكلمني هتلاقيهم قاعدين مع بعض بيتكلموا في القصة هنلعب ايه، لان خلي بالك حضرتك عندنا قصور دفاعي، عندنا في مشكلات دفاعية. الهدف اللي جه امبارح، الهدف من ورا عمر جابر او غلطة عمر جابر، ما فيش عمق عندك في في الامور الدفاعية، عندك في مشاكل. الامور الهجومية برضه عندك مشاكل، مشاركة محمد صلاح غير مشاركة مثلا وليد سليمان. فكل الامور محتاجة بعض الجلسات الفنية اللي هي والرتوش الأساسية اللي هتحسم التشكيل نهائي المنتخب مصر. تمام، أبرز السلبيات وأبرز الإيجابيات اللي حضرتك لاحظتها خلال الماتشين وخلال فترة الإعداد بالنسبة لمنتخب مصر، هل الفترة دي والماتشين دول كافيين لمنتخب مصر بإمكانيات الفرقتين اللي أنت لعبتهم في الاستعداد لبطولة مهمة زي بطولة الأمم الأفريقية؟ ما هو خلي بالك برضو ان لو رجعنا بالذاكره لورا هنلاقي ان في المره اللي فاتت اللي كانت مع هيكتور كوبر مصر لعبت على ما اتذكر ماتش واحد بس كان مع تونس، ومرات سابقه كان ماتشين برضو. كتر المباريات مهم، لكن اهم حاجه انا استفيد من المتاح. انت عارف طبعا مشكله الدوري مستمر مش مستمر، هتلعب دلوقتي مش دلوقتي، ده برضو حكم شويه انك انت المعسكر ما يكونش بالوقت الطويل. فالمعسكر حتى لو كان مباراتين بس، حتى لو كان 15 يوم، اهم حاجه انا طلعت منه بايه. يعني خلينا دلوقتي على الارض بالزبط. الارض قدامي بتقول او الواقع بيقول قدامي ان مباراتين حصل فيهم اهم الايجابيات الفوز، وده شيء معنوي. حلو. اتنين، جربت فيه عندي كل العناصر المتاحه اللي عندي ال 23 لاعب، معظم اللعيبه لعبت سواء في الدفاع، في مراكز الدفاع، في مراكز حراسه المرمى، مراكز الوسط، مراكز الهجوم، يبقى انت جربت كل اللعيبه بتاعتك. عرفت من خلال المباراتين دول عندك السلبيات اللي مثلا الدفاعيه، عندك في سلبيات دفاعيه. اتاكدت مثلا وعرفت هل ينفع باهر المحمدي مثلا جنب احمد حجازي ولا محمود علاء جنب مثلا احمد حجازي. ما هو احمد حجازي حجز مكانه في المدافعين طبعا. فالمشكله في اللي جنبه، هل هو باهر ولا محمود علاء ولا محمود حمد الونش؟ محمود حمد الونش امبارح عمل مباراه كويسه جدا طبعا. تمام، لكن في دماغ اجري ومساعديه في ترتيب واولويات، لان خلي بال حضرتك برضو احنا مشكلتنا ان احنا يعني مثلا كمشجعين مثلا او كجمهور او كنقاد يقول لك لا انا عندي محمود علاء يلعب جنب مين؟ يلعب جنب احمد حجازي. طب ما انت لو بصيت هتلاقي محمود علاء طريقه لعبه تشبه كثيرا طريقه لعب احمد حجازي، والاثنين بيحاولوا يطلعوا قدام، الاثنين بيحاولوا في الضربات الركنيه مثلا او في الالعاب الثابته بيكون ليهم وجود. فبالتالي انت عندك في ثغره ورا، في ازمه عندك في الدفاع، فانت تلعب بواحد تختلف طريقه اداؤه عن اللي جنبه بحيث ان الثاني يكمل الاولاني ويحصل فيه هرمو بين الاثنين ويستطيع القصه. عندك ناحيه الشمال عندك برضو اظهرت ان دلوقتي انت لعبت بايمن اشرف باك شمال، ولعبت باحمد ايمن اشرف. انا نفسي اعرف انت واخده باك شمال ولا واخده سرد باك ولا واخده ايه بالظبط. لو واخده باك شمال، طب هو بقاله سنتين بيلعب مع النادي الاهلي ما بيلعبهاش، اكيد تحفيز او اعاده تحفيز او اعاده فرمات الدماغ ايمن اشرف محتاج اكيد مباراه واثنين وثلاثه واربعه. فانت جربت في مباراه واحده بس، اديت الفرصه لي واديت الفرصه لاحمد ايمن منصور. فبالتالي انت عندك هنا ايه ازمه في تسكين بعض اللاعبين، وده اللي هيخليك ان التشكيل الاساسي اللي ناس حطت 11 واحد فيه في بعض المراكز اللي انت حتى هذه اللحظه لم يتم حسمها. في مشكله ثانيه، محمد صلاح لا يدافع. طب قبل ما نروح لمحمد صلاح، اتفضل حضرتك، خليتني اسالك او هتخليني اسالك سؤال مهم قوي، وهو فيما يتعلق بايمن اشرف. هل ممكن نتفاجئ نلاقي ايمن اشرف بيلعب جنب احمد حجازي كمساك؟ بس هو ما جربش ده في المباريات. ما هو خلي بال حضرتك، هو يعني هو بيفاجئنا مثلا ولا ممكن، ما فيش مشكله خالص. بس خلي بالك من حاجه، هو يعني من خلال قراءتك لمشوار اجري مع المنتخب واختياراته اللاعبين، هو مقتنع جدا بباهر المحمدي فعلا. وطالما خد باهر المحمدي باهر المحمدي هيلعب، لان باهر المحمدي خلي بالك كمان عنده حته التقل شويه في الملعب، عنده وقدره انه برضه جاب هدف في تونس وخد الثقه. فبالتالي انا وجهه نظري الشخصيه اللي انا من خلال رؤيتي ان هو هيكون بجوار احمد حجازي في المكان ده. تمام. في الناحيه اليسرى بقى دي اللي هي عليها المفضله، ايمن اشرف يلعب، هيلعب احمد ايمن منصور، في مفضله بين الاثنين. لا لسه برضو مش محسومه وجهه نظر، انا لسه مش محسومه، لان خلي بالك احمد ايمن منصور عنده بيلعب في المركز ده بقاله
كتير، وخلي بالك واحمد دايما موسوي برضه بيلعب في مركز الدفاعيه برضه، خلي بالك مع بيراميدز كان بيلعب مساك على فكره. فالامور دي يعني بتخلينا نقول ان لسه في كلام في التشكيل، لسه في جلسات مستمره، لسه في اعداد فنيه بين الجهاز الفني المنتخب مصر. محمد صلاح لا يدافع زي ما قلت لحضرتك اخر حاجه، فبالتالي اللي هيلعب تحت محمد صلاح عليه واجبات دفاعيه كبيرة جدا. عندك طارق حامد لازم يغطي على محمد طبعا. صلاح الناحيه برضه عمر جابر يركز التركيز ده. والنهارده في تصريحات طالعه في اكتر من مكان بيقول لك نحن لن نراقب محمد صلاح فقط، لان محمد صلاح ربما تاتي اللدغه من لاعب غيره. تصريح مهم جدا من منافسي منتخب مصر، وتحديدا من احد لاعبي زيمبابوي، وده ياكد ان الوعي اللي حاصل عند المنتخبات الافريقيه مش زي زمان، مش لعب العشوائي، لا الامور اختلفت خالص، الامور اصبحت في وعي تكتيكي، في مديرين فنيين اصبحوا بيقودوا فرق القاره السمراء. ما فيش فارق ما بين مدرب كبير ومنتخب صغير، ذابت الفروقات بشكل كبير، وده اللي يخلي ان البطوله دي هتكون مختلفه عن كل البطولات السابقه. 24 منتخب، يعني المنافسه هتكون في حوالي او في 8 فرق زياده، فالمنافسه هتكون اقوى، مباريات هتكون اقوى، عدد المباريات هيكون اكتر، فده بيخليك تنتظر مباريات مهمه، مباريات رائعه، وحمل ثقيل على منتخب مصر. منتخب مصر ليس بالسهوله أن يصل إلى منصات التتويج إلا إذا تعب جدا طبعاً وعانى جدا، لأن برضو خلي بالك الدنيا دلوقتي اتغيرت خالص. البطولة زمان كانت بتتلعب في شهر يناير، كان في نجوم ما بيجوش مع فرقهم لأنه كانت بتحصل مشكلات ما بين الأندية أندية الأوروبية، ده سبب رئيسي تعديل موعد البطولة، الأندية الأوروبية والمنتخبات. دلوقتي حصل تم تلاشي هذا الأمر، وأصبحت العلاقة جيدة ما بين الأندية صح. وبين الاتحادات الإفريقية، فبالتالي كل النجوم موجودين إلا إذا حدثت بعض الأمور اللي حصلت مع لاعب الجزائر، وحصلت مع طبعا اللاعب المغربي الحمد لله بيقولوا إنه احتمال يرجع تاني، في كلام لسه. لكن ده يأكد إن البطولة لن تكون بطولة عادية، هتكون بطولة استثنائية، لأن الفرق كلها عندها طموحات إنها تعمل شغل كويس جدا. مروان محسن رأيك في إيه؟ مروان محسن مهاجم جيد، ومهاجم قادر على تطوير نفسه في المباراة نفسها فعلا. وإعطاء الانطباع عنه أنه يحاول ويسعى جاهدا، لكن دي رؤية الشخصية. أنا شايف أنه يعني هيكون هو وأحمد علي في منافسة ما بينهم على احتلال كوكا بعيد إنما الأقرب للمنافسة هم الاثنين، أحمد علي ومروان محسن. بس اللي بيعضد شوية وجود احمد علي انه رجله في الملعب، بمعنى انه بيلعب مع المقاولين وهداف الدوري المصري. وخلي بال حضرتك الناس اللي ما تعرفوش انه هو كان بيلعب مع منتخب، وهو امبارح كان المفروض يكون كابتن الفريق لان هو لعب قبل محمد صلاح، لكن هو طبعا مش لا ينضم كثيرا الى منتخب مصر، لكن هو حاليا عنصر فعال وعنصر جيد. لو بصيت المباراه الاولانيه هتلاقيه كان هو عنصر الهجوم الفعال، واستطاع ان يكون ملك منطقه جزاء. الهدف اللي جابه امبارح مروان محسن يبني عليه وممكن يخليه في منافسه، لكن ضمان مكانه لا، هيلاقي فيه صعوبه في ضمان مكانه في مركز راس الحرب. لكن تألقه امبارح الملفت ما يدوش افضليه عن احمد علي في ان هو يكون الاساسي مع منتخب مصر في البطوله؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك هم برضو بيبصوا لها انه احمد علي، ما انت احمد علي برضو انت واخده ليه؟ هداف الدوري، هداف الدوري، وكمان مش مهاجم مجرد انه هداف الدوري، ما هو في لعيبه كتير جدا جايبه اهداف كتير في الدوري، في الحقيقه لكن هو مهاجم عنده وعي تكتيكي وعنده نضج غير طبيعي. الهدف حتى اللي جابه امبارح برضه ياكد لك ان هو صاحي في منطقه الجزاء، ما ممكن واحد واقف مش متابع مستني الكوره بيتفرج عليها، لكن لا متابع ودماغه حاضره. ولو بصيت الماتش الاولاني بتاع تنزانيا 4 فرص من الكرات ثابته تعامل معاها بشكل جيد، ولكن الخانه التوفيق في انه لا يحرز اهداف تمام. فده يخلينا نقول ان المنافسه هتكون ما بين الاثنين، المنافسه مهمه، المنافسه مهمه جدا، واحنا عايزينها بصراحه. وخلي بال حضرتك برضو احنا نقول ان مروان بعيد عن النادي الاهلي ولكنه قريب في المنتخب، بمعنى ان هو اكثر مشاركه مع منتخب مصر في الايام الاخيره اكثر من احمد علي، وده اللي يديله افضليه في انه افضل من ناحيه الخبرات الدوليه. لكن احمد علي
الموسم ده مقدم موسم رائع، وده برضو هاكد عليها انه احمد علي ومروان محسن الاثنين هيكونوا في تنافس شديد جدا كويس. على مركز راس الحرب. دي حاجه كويسه في كويس. منتخب مصر. انما كوكا بعيد شويه، الا بقى لو فوجئنا انه هيلاعب صعب صعب صعب. هو فعلا يا مروان يا احمد علي بالزبط. واعتقد الاقرب كمان مروان محسن. بالتحديد عايز اتكلم على جزئيه الشاره، شاره الكابتن اللي يمكن لبسها امبارح محمد صلاح رغم وجود اقدميه سواء لاحمد علي ده احمد علي يعني او محمد النني، فالموضوع متعلق اعتقد بمباراه الامس بس، لكن فيما بعد الاقدم هو اللي هيكون كابتن منتخب مصر، والاقدم في صفوف المنتخب هو احمد المحمدي لو لعب اساسي وهو بالزبط. الاقرب وبعد كده احمد علي وبعد كده النني وبعد كده محمد صلاح، لان محمد صلاح رقم 6 سيراليون 2012 وليد سليمان قبليهم خلي بالك وليد سليمان تمام، بس وليد سليمان فرصه برضه قليله شويه يعني عشان وجود محمد صلاح ده طبيعي يعني. مع التاكيد على 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 ان وليد سليمان بيحاول وبيحاول وبيسعى ان هو يكون له دور كبير مع المنتخب، لانه انا ما اعرفش المنتخب ظلم كثيرا وليد سليمان بعدم الاستعانه به في الفترات السابقه برغم انه كان في افضل حالاته في الموسم اللي فات قبل الاصابه، وده اللي خلاه يتخذ قرار باعتزال قبل العوده فيه وان يكون احد العناصر الاساسيه الموجوده حاليا. اذا خلينا نتوقع تشكيل المنتخب مصر من وجهه نظر حضرتك، شايف التشكيل ممكن يكون مين في اول مباراه المنتخب امام زيمبابوي؟ توقعات ان شاء الله، بس ما تقولش ان دي معلومات حتى لو في معلومات، المعلومات المتوفره قدامنا كلنا المعلومات الاساسيه اللي الناس تعرفها، يعني صلاح طبعا مستحيل هيقعد احتياطي ادي طبعًا حاجه طبعًا. احمد حجازي لا، الناحيه اليمنى لا كلام، خلينا سيبنا في حارس المرمى دلوقتي، لا كلام ولا خلاف حسب الاخر يعني ماشي اوكي لا مش سسبنس ولا حاجه، لانه في ناس بتميل الى محمد الشناوي وناس تميل الى احمد الشناوي. الاقرب من وجهه نظري انا بقول ان احمد الشناوي. لان في ناس ممكن تقول لك لا كلامك مش صحيح، طبعا ما فيش ازمه خالص، لان برضه في النهايه انا دي وجهه النظر اللي انا قراتها من خلال تصريحات بعض الاعضاء الجهاز الفني وبعض الحديث من خلال مع بعض المصادر اللي فيه تفضيل لاحمد الشناوي لعده اعتبارات، منها ان هو اكثر خبره في المباريات الدوليه، مع برضه الاكثر خبره دي بتواجهها بعض الامور المعيبه بالنسبه لاحمد الشناوي، ان هو برضه الناحيه الجماهيريه احيانا، فاكر انت لما كان لاعب اساسي في الدوره اللي فاتت واصيب وخرج احمد الشناوي فخلينا بس في مركز حارس المرمى في كلام عالم كتير، في احسن من كاس عالم، وانا بقول لك انا سيبني سيب حارس المرمى لانه فيها كلام ماشي. احمد المحمدي انا شايف انا هكتب التشكيل بتاعك معاك، احمد الشناوي سيبك احمد حارس المرمى في الاخر اوكي، احمد المحمدي شايف احمد محمدي بيقدم افضل مبارياته او اداء مش مباريات افضل اداء مع المنتخب، ونضج نضج غير طبيعي، هو منضم كثيرا للمنتخب وعمل مباريات كثيره جدا بالظبط، لكن احمد محمدي بتحس في ثقل عنده، بتحس في خبره عنده، استفاد من الدوري الانجليزي، استفاد حتى شخصيته نفسها في عنده دلوقتي في رزانه في حنكه في تصريحاته عاقله، بيستطيع ان يتواجد في الاماكن المهمه. خلي بالك انا شفت ماتش تنزانيا كان طاير جناح، انا شايفه جناح في طول الماتشات، وده ياكد انه جاب الهدف بوعي تكتيكي وتواجد في منطقه الجزاء واستلم، وخلي بالك اللي رفع له الكره الباك الشمال وهو الباك اليمين، فده كان لعبه من الجناحين او الباكين، وده اللي خلى احمد المحمدي نشوفه بالمظهر ده. احمد المحمدي رقم واحد كويس تمام، احمد المحمدي ظهير ايمن ايوه، احمد حجازي جنبه احمد حجازي تمام اكيد، باهر المحمدي تمام باك الشمال عليه كلام، بس وجهة نظرك وجهة نظري انا الاقرب هيكون طبعا ايمن اشرف نص الملعب لا خلاف على طارق حامد اساسي لازم طارق حامد، هو دلوقتي المفاجاه ممكن تحصل، هل دونجا اللي يلعب ولا لعيب حلو قوي دونجا بصراحه دونجا ولا النني لعيب جامد جدا، بص دونجا. العقلاء واللي يعني بيقولوا انه الافيد للمنتخب حاليا هو دونجا، العقلاء والافيد المنتخب دونجا، انما الاسم بقى النني وارسنال والكلام ده هيكون محمد النني. لعب ماتش حلو امبارح برضه بصراحه، وبرضه عنده خبرات بص على دونجا بص على دونجا بخلاف دونجا ما عندوش خبرات مع منتخب مصر، بس في لعيب ما عندوش خبرات بس يقدر يعوض الخبرات باداء داخل الملعب ويكتسب الخبرات من خلال المباريات اللي بيلعبها. انا دونجا بحس انه لعيب دولي بقاله كتير بيلعب
بوعي تكتيكي وعنده تسديدات، عنده تسديدات رائعه ورجله حلو على الجون وبيعرف يسدد من زوايا معينه وعنده الوعي غير طبيعي. فانا عن نفسي لو انا برشح هرشح دونجا مع الاحترام الكامل. طارق حامد ما فيش خلاف عليه. لا خلاف عليه. تمام. عبد الله السعيد طبعا ما فيش خلاف برضه. ما فيش خلاف برضه عليه برضه. واحنا الخط اللي جاي ده برضه لا خلاف على محمد صلاح الناحيه اليمنى والناحيه اليسرى. عندنا طبعا تريزيجيه ملوش بديل. المشكله بقى دلوقتي عندنا في خلي بالك هم الثلاث مراكز اللي هم عليهم الازمات. المركز الاولاني حراسه المرمى مش ازمات، عليه خلافات. المركز الثاني اللي هو زي ما اتكلمنا حضرتك الظهير الايسر والمهاجم. كويس. اتكلمنا طبعا في كل العناصر دي ما عدا العنصر الاخير اللي هو عنصر ايه؟ اللي هو عنصر المهاجم. اتكلمنا فيه، ما احنا اتكلمنا وفصلنا مين الموضوع. مين طب اللي هيبقى مهاجم؟ هو مروان بنسبه 60%. و40% احمد علي، برغم ان انا ميال لاحمد علي بصراحه. تمام. انا ميال لاحمد علي لانه احمد علي مختلف عن كل المرات، بيحاول كثيرا وهداف ورجله في الملعب وهداف الدوري المصري. من الطبيعي انه يكون هو راس حربه منتخب مصر لانه متالق، يعني حكايه مش هداف بس. وحسام باولو جاب هدف كتير، كهربا جاب هدف كتير، لكن احمد علي هداف ورجله في الملعب وقادر ان هو يقود المنتخب بما قدمه في المباراتين اللي فاتت. تمام. لكن الاقرب مروان. بالظبط. الاقرب مروان، وهو في الغالب مروان ولا يكون مهاجم منتخب مصر. بالنسبه لحراسه المرمى، امبارح الشناوي لعب المباراه كامله. حلو. طيب الماتش اللي فات 45 و45. بالظبط. فده ناس بتقرا دي احمد الشناوي وجنش، ناس بتقرا دي ان ايه، ان كده ايه ترتبت يا جماعه 90 دقيقه هو اللي هيلعب، 45 دقيقه احتياطي، 45 الحارس الثالث. ده ناس بتقرا كده. كويس. لكن في عقل احمد ناجي الامر مختلف تماما. هو مقتنع اقتناع كبير جدا بان المنافسه الكبيره ما بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي. طيب دلوقتي مين الحارس الاساسي لمنتخب مصر الفترات الاخيره؟ مين؟ ما هو محمد الشناوي. لعب كاس عالم طبعا. واحسن لاعب في مباراه اوروجواي وعمل مباراه اسطوريه ورائعه جدا، لكن مبارياته مع النادي الاهلي الاخيره فيها بعض الاخطاء اللي فعلا هي فعلا. اللي هي في الكرات العرضيه، الخروج الخاطئ في بعض الاحيان، تكلفه يعني التسبب في بعض الاخطاء الهفوات اللي خلت الاهلي يعني تجيله ضده ضربه جزاء او ضربتين جزاء. الحتت دي هي اللي المعايب اللي موجوده في محمد الشناوي. المعايب العيوب اللي في احمد الشناوي زي ما قلت لحضرتك، اللي هو انه التعامل مع المباريات الجماهيريه، التعامل مع الماتشات الكبرى دي ضغط، برغم ان هو احمد الشناوي لعب اكتر من احمد الشناوي مباريات دوليه. خلي بالك حضرتك اكتر من محمد بكتير بكتير، لانه محمد الشناوي لما كان في بتروجيت كان هو الحارس الثاني او الثالث في منتخب مصر. لكن الدنيا دواره زي ما انت عارف. بس محمد الشناوي عمل مباراه كويسه برده امبارح بصراحه. ما هو انا قلت لحضرتك المنافسه ما بين انا قلت لك على الكواليس، وقلت لك على وجهه النظر، وقلت لك على اللي حصل في المباريات، وانت بقى في النهايه انت وجهه نظرك انت هتختلف عن وجهه نظري انا، عن وجهه نظر طبعا اكيد عن وجهه نظر المشاهدين. كل واحد ممكن يتفق معايا او يختلف معايا، لكن في النهايه احنا بنقول ده ونقول ده، وفي النهايه احمد ناجي ليه كلمته الاساسيه. احمد ناجي ولا اجري؟ ما هو جاب احمد ناجي طبعا ليه الكلمه، بس الكلمه الاساسيه في الحراس لاحمد ناجي، لكن في النهايه الكلمه النهائيه لاجري. لانه ممكن يكون عنده قناعات مختلفه عن كابتن احمد ناجي، لكن كابتن احمد ناجي اكيد بيقول له. ما خلي بالك الاثنين فيه مميزات وفيه عيوب، وتلاقي العيوب طبعا تلاقي العيوب كامل يعني. تلاقي العيوب اللي هنا تتساوى مع هنا، والمميزات اللي هنا غير اللي هنا. وتلاقي طبعا يعني احمد الشناوي يعني هو متضرر من قصه ان هو بيلعب، اصيب في المباراه اللي فاتت وخرج بالبطوله وده طبعا اصابه قدريه وكل حاجه طبعا. لكن محمد الشناوي زي ما قلت لك رجله في الملعب وموجود في الملعب بقاله كتير، ولعب مع النادي الاهلي ماتشات افريقيه، لعب بطولتين مع النادي الاهلي. مين هيكون حارس مرمى منتخب مصر من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري لا صعب، انا شايف انه صعب. بس في النهايه اقول لك، في النهايه المفاضله هتحصل في ما بين بعض الامور. ممكن محمد الشناوي على اعتبار انه خد برضه مباراه كامله يبقى محمد الشناوي. محمد الشناوي حتى لو بنسبه قليله شويه عن احمد الشناوي. بالظبط. لكن هو لعب مباراه كامله امبارح، والمباراه الكامله دي ممكن تؤكد لنا احنا برضه لينا اللي قدامنا. اكيد لما بنحكم اللي قدامنا هو هيكون الحارس الاساسي بنسبه 60-40%. طيب ده فيما يتعلق بمنتخب مصر، لكن فيما يتعلق بالمنتخبات الاخرى اللي هتشارك. خلي بالك برضو انت في احتياطي، برضو انت لازم تتكلم في الامور الثانيه، الامور الاحتياطي. انت عندك دلوقتي 11 لاعب، خلي بالك المفاضلات دي
بنوصل من خلالها لحاجة مهمة جدا، ان عندك انت كده الاحتياطي موجود. بمعنى يعني عندك دلوقتي انت بتفاضل بين اثنين 60 و40 اللي هو احمد الشناوي ولا محمد الشناوي، حضرتك فضلت في كام؟ يبقى عندك ماشي. ما انت لو لعبت احمد الشناوي هيكون عندك مين احتياطي؟ محمد الشناوي ده حارس كفء جدا، يبقى عندك ضمنت احتياطي رائع في هذا المكان. طب احمد ايمن منصور ولا ايمن اشرف؟ ايمن اشرف لعب، عندك احتياطي رائع جدا، وعندك كمان بيمتاز بالقوه. احمد ايمن منصور خلي بالك بيمتاز بالقوه الشديده، بس مع الاختلاف في الواجبات هتكون ايه؟ ما انت لو عايز واحد بواجبات هجوميه، لا ايمن اشرف ولا احمد ايمن منصور هيفيدوك في الحته دي. بالظبط، دي جزئيه اخرى وجانب اخر ممكن البعض ما يكونش واخد باله منه. في جزئيه كمان بخصوص دكه البدلاء، من هو بديل تريزيجيه؟ هتقول لي عمرو ورده. عمرو ورده مركزه الاساسي بديل لعبد الله السعيد، يعني بالزبط. بيلعب كبلاي ميكر. فيعني في دي امور كلها متروكه للجهاز الفني ومش وقت الحديث. اهم حاجه من ده كله توفيق اللاعبين يا رب داخل إن شاء الله. ارض الملعب ده الأهم. والقدره على انك انت تكون تاخد زمام المبادره. خلي بالك الفرق الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اذا لم تاخذ زمام المبادره وتستطيع احراز هدف فان الصعوبه تكون كبيره طبعاً في انك انت للتعويض لا قدر الله اذا حصل ودخل فيك هدف، لانه خلي بالك انت بتلعب على ملعبك وسط ضغوط جماهيريه كبيره طبعا كده. اخيرا سريعا، المنتخبات اللي انت بترشحها توصل لادوار بعيده في بطوله الامم الافريقيه؟ بص انا شايف ان البطوله دي زي ما قلت لك في البدايه بطوله مختلفه تماما. بطوله بتعتمد على الاسماء وعلى التاريخ. لو كنا لو اسماء، عندك اسماء كثيره جدا موجوده، عندك لو في التاريخ الكاميرون، السنغال، نيجيريا، غانا، المغرب، تونس. لا كل بص بطوله صعبه جدا، صعب التوقع مين هيوصل للمباراه النهائيه، لان ده بياكد لك ان المنتخبات كلها مستعده وجاهزه. التوقعات لعبه التوقعات دي لما نشوف الدور الاولاني اول مباراه ثاني مباراه، لان احنا بنتكلم على الورق. متفائل منتخب مصر؟ متفائل، بس زي ما قلت لك بعض التحفظات اللي احنا اتكلمنا فيها مهمه جدا علشان خاطر ناخدوا بالنا منها او بالهم منها، لان ده مهم جدا. انت بتلعب بطوله هتحسب لك انك انت هتاخد بطوله على طبعًا على ارض طبعًا مصر طبعًا. 24 فريق كل النجوم موجودين، لو خدتها هتكون مختلف عن كل البطولات اللي فاتت. استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي، نورتني وشرفتني. انا كنت مبسوط جدا طبعا حضرتك معانا. انا كنت مبسوط جدا. شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده غايه في الاهميه من نفس البرنامج ان شاء الله باذن الله في تمام الساعه 6 مساء. استنونا بكره ان شاء الله وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.